الملعب ده على فكره ملعب جميل جدا. طبعا طبعا استاد حرس الحدود طبعا حاجه فخر طبعا. والناس جميل. مهتميه بيه بشكل كبير جدا دلوقتي. وفي عندنا دلوقتي يا كابتن فاروق حضرتك, بس حضرتك ممكن ما تكونش ما شفتوش عندنا فندق دلوقتي موجود في النادي, في قلب النادي احنا بنعسكر فيه وبنبات فيه قبل الماتشات. خلاص القاهره احنا كنا زمان بنتعسكر, احنا موجودين في القاهره بنتمرن, بس بنسافر ممكن قبل الماتش بيوم بيومين. الفندق بس معسكر والفندق موجود والجيم موجود وكل الامكانيات متاحه. السمك على طول ومطاعم السمك كل حاجه, ما انت سمك على طول اللعيبه تلعب سجري. انا برضه يا كابتن فاروق انا حابب اقول حاجه ممكن تكون الناس مش عارفاها. احنا عندنا سقف للرواتب, وحضرتك عارف الموضوع ده كويس جدا. طبعا الموضوع عندنا يكاد يكون في سقف وفي انتظام وفي مفيش بذخ خالص خالص خالص, بالعكس زينا. انا عاجبني الكلام ده, بس خد بالك بقى انا هخش لك بقى في النقطه. تمام. في الدوري ممتاز. تمام. هل ده هيفضل موجود؟ طب انا عايز اخلص دي. طيب اتفضل. معلش عشان برضو عندنا مفيش بذخ, مفيش العقود اللي هي الفظيعه. انا مش عايز اقول لك احنا الميزانيه بتاعتنا لو ينفع اقول لك على الهوا هتستغرب حبيب. يعني حابب تقولها لا انا مش حابب اقولها. هتستغرب تقول لك هتستغرب لكن الموضوع احنا شاننا في مش اكتر من 7 أو 8 فرق بيصرفوا زينا في المجموعه. لكن نادي حرس الحدود بيلعب زي ما قلنا على مركز واحد. الناس ملتزمه بشكل كبير جدا كمجلس اداره طبعا, وملتزم بقياده اللي هو عماد طبعا ملتزم معانا بشكل كبير جدا, راجل بيحفزنا بشكل كبير جدا. العميد عمرو متواجد معانا طول الوقت, المقدم عمرو ده متواجد معانا طول الوقت. اللعيبه اللي موجوده دي كافحت انا كافحت بشكل كبير جدا. طبعا دوري صعب جدا وفي حاجه تسمح لي اقولها معاك. اتفضل يا كابتن. اللعيبه دي ما خدتش حقها طول الموسم. مش هقول الجهاز, مش هقول الكابتن احمد عاصم اللي تعب معاه جدا, مش هقول وسام اسماعيل الكابتن وسام اسماعيل تعب معاه جدا, مش هقول احمد طنطاوي ولا الدكتور ممدوح ولا سامح. سيبنا احنا من الجهاز, مش عايز حد يقول على الجهاز حاجه. لكن اللعيبه ديت كان بيتقال في كل البرامج ونتيجه حرس الحدود كسب مش عارف مين 1-0 وامشي, وبعد كده نقعد نتكلم على 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 بقيه الانديه. لا, حرس الحدود مش فرقه مش بنصرف لا احنا زينا شأن كل الفرق. احنا تعبنا وكافحنا, واحنا كجهاز اجتهدنا جدا وتعبنا وخدنا بكل الاسباب خدنا بيها. عشان كده الحمد لله ربنا وفقنا طبعاً بشكل كويس, وتعبنا من طبعاً اول الموسم تعبنا وحاولنا ان احنا نجيب العناصر اللي تقدر تفيد الفرقه في يناير. وحاولنا نطلع ولاد صغيرين. انا عندي اكتر من 5-6 لعيبه من انقطاع بيشتغل معانا. بشكر الكابتن اسلام فتحي ماسك ال 2001, عامل جهد كبير جدا. معايا 2 لعيبه ما بيطلعوش من الملعب. معايا 3-4 لعيبه بيتمرنوا معايا هياخدوا فرصتهم بشكل كويس في الفتره اللي جايه. لكن اللعيبه لعيبه نادي حرس الحدود, اللعيبه اللي صعدوا السنه دي لعيبه ابطال, لعيبه كافحت, لعيبه اجتهدت بشكل كبير جدا. كلهم كانوا رجاله. انا عايز اديهم حقهم من خلالك لان هم يستاهلوا ده. انا مش جاي اقول مكي عمل لا خالص. مع اني ادوات كلها كمان بالظبط انا مش جاي اقول مكي لا احنا الحمد لله صعدت واكيد اللعيبه ليها دور, كل حد ليه دور واول تجربه ليا واستعنت بناس واتكلمت مع ناس. بس الحمد لله احنا في الاخر الحمد لله احنا دلوقتي وانا قاعد معاك دلوقتي عشان نادي حرس الحدود في مكانه الطبيعي. صحيح. فانا من خلالك بشكر اللعيبه بشكل كبير جدا. في لعيبه كتير جدا كانت تعبانه وبتلعب عشان خاطر النادي وعشان خاطر مكي. في لعيبه كافحت وفي في لعيبه ضحت فعلا عشان تبقى متواجده. النادي ما قصرش معانا, وقف معانا بشكل كويس جدا. بس انا من خلالك بشكر اللعيبه دي كلها وبشكر جهازي, بشكر احمد عاصم, بشكر وسام, بشكر الناس بتاع المهمه بتاعه اللبس مصطفى وكل الناس. مش عارف منظومه ودرويش ومصطفى ودبابه مصطفى جمال بالظبط. الناس كلها كانت على الارض رجل واحد. مفيش مين بتاع اللبس ومين مدلك ومين دكتور, لا الموضوع كان غير خالص. وممكن تشوف ده في الاحتفالات اللي حضرتك بتجيبها. فرحه بالظبط, فرحه كبيره جدا. الدوري الممتاز شيء صعب مش سهل بالظبط. صعب جدا لان احنا تعبنا وكان معانا منافسين شرسين. فالحمد لله ان احنا دلوقتي حطينا نادي حرس الحدود في مكانته الطبيعي. نروح للمرحله